الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن اکرام، آج ہم آپ کے سامنے نماز فجر کا طریقہ پیش کریں گے. نماز فجر کا طریقہ پیش کرنے سے پہلے دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے، سنت ہے. بہتر ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اذان اور اقامت بھی کہا کریں. اور دوسری بات یہ کہ نماز فجر بالجہر پڑھی جاتی ہے. بالجہر یعنی بلند آواز سے، یعنی کم از کم اتنا آواز آپ کا بلند ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے. نماز فجر کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی بالجہر بلند آواز سے. اور اسی طرح نماز مغربین کو بھی بالجہر پڑھا جاتا ہے، اور نماز عشاء کو بھی بالجہر یعنی آواز کے ساتھ، اتنا آواز کہ آپ کو سنائی دے. جبکہ نماز ظہرین یعنی نماز ظہر اور عصر کو بالاخفا پڑھا جاتا ہے، یعنی آواز کے بغیر. تو اس لیے آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اس بات کی رعایت کیا کریں کہ نماز فجر کو بلند آواز سے، کم از کم اتنا بلند ہو کہ آپ کو سنائی دے. تو چلیے نماز فجر کا آغاز کرتے ہیں. نماز فجر پڑھتا ہوں دو رکعت واجب قربتاً الی اللہ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله بحول الله وقوته وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد الله اكبر الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلی علی محمد و آل محمد.